كشف مصدر استخباراتي ليبي عن وجود فريق خبراء عسكريين أتراك بينهم جنرال رفيع المستوى يعملون في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق. من جانبه قال الجيش الوطني الليبي إن خسائر تركيا في ليبيا ستكون كبيرة. التدخل التركي السافر كما وصفه البرلمان الليبي بات مكشوفا بشكل لا يدع مجالا للنفي أو التشكيك في حجم انخراط تركيا بإذكاء الصراع بين الأطراف الليبية والذي سقط ضحيته مئات الليبيين بين قتيل وجريح. وفي دليل جديد على هذا الدور التركي، كشف مصدر استخباراتي ليبي عن وجود غرفة عمليات تعمل في طرابلس لصالح حكومة الوفاق ويديرها فريق خبراء عسكريين أتراك مؤلف من 16 شخصا من بينهم الجنرال عرفان أوزسيرت الذي شغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية وتبوأ عدة مناصب في الاستخبارات العسكرية. ويضم الفريق خبراء في مجال الاتصالات والتنصت وتحديد المواقع، إضافة إلى وجود عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة والتي شنت مرارا غارات مكثفة على مواقع للجيش الليبي في مناطق عدة. وبحسب ما كشفه المصدر لصحيفة المرصد المحلية، فإن غرفة العمليات التركية تلك مركزها قاعدة معتيق الجوية في طرابلس، ومنها تنطلق مهام عناصر الفريق ضد الجيش الليبي لصالح حكومة الوفاق. في سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدا على أن خسائرها في بلاده ستكون كبيرة. المسماري قال خلال مؤتمر صحفي إن الجيش الليبي أعلن تركيا دولة معادية، ولكنه يستثني الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله. وعرض المسماري وثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في معارك طرابلس إلى جانب قوات حكومة الوفاق، موضحا أن تركيا دخلت المعركة رسميا عن طريق جيشها. وللحديث عن هذا المحور يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من بغازي الأستاذ خالد ترجمان محلل سياسي، ومن القاهرة دكتور طه علي باحث ومحلل سياسي، وعلى أمل أن ينضم إلينا من بغازي أيضا الأستاذ علي السعيدي عضو مجلس النواب. أستاذ خالد الترجمان مساء الخير. مساء الخير أستاذ وعد، أهلا بك. أستاذ خالد، إلى أي مدى درجة تورط تركيا في الفوضى الليبية في هذه الأيام وفي هذه الفترة الراهنة أستاذ خالد؟ بالنسبة للفترة الراهنة أصبح الأمر مكشوف للجميع، وأصبح تحت سمع وبصر العالم أجمع، وأصبحت تصريحات رئيس تركيا أردوغان ملء السمع والبصر، يقول بملء فمه أنه لن يسمح للجيش الوطني الليبي بتحرير طرابلس، وأنه سيقف مع الثوار أو ما يسميه بالثوار، وهي عبارة عن عصابات مارقة وهي عصابات جهوية ومناطقية، البعض منها ينتمي للقاعدة والبعض للجمعية الليبية المقاتلة والبعض للفر الشريعة والبعض الآخر بمناطقية وجهوية. هذا الرجل الذي يسيطر على تركيا لم يعد يخشى من أحد، بل على العكس هو مصر ومستمر في هذا العدوان. يكفي أنه مكن لهذه الميليشيات أن تمتلك الطائرات المسيرة، الطائرات بدون طيار، وأن تمتلك التقنية من خلال ضباط أتراك يقومون بتسييرها من قاعدة معتيقة وكذلك من قاعدة الكلية الجوية بمصراتة، ويقومون في نفس الوقت بتدريب الطم الليبية على هذه الطائرات، ناهيك على وجود قادة عسكريين لتدريب الميليشيات وتزويدها بأحدث الذخائر والأسلحة. ولعلنا شاهدنا البواخر التركية وهي تنزل حمولاتها أو تفرخ حمولاتها من الشاحنات، من الدبابات، من المدرعات ومن الأسلحة. هذا ما سمع وبصر الجميع. طيب على الرغم من أن أستاذ خالد منذ 2011 نعم يعني كلام في غاية الأهمية أستاذ خالد، ولكن لو سألتك بدوري عن الدوافع لهذه السياسة التركية حقيقة، هل هي يعني سياسة تجاوزت الخطوط الحمراء في ليبيا ومستنقع طرابلس، دعنا نقول كشف مدى تورط تركيا في دعم الإرهاب، هل هي دوافع نابعة من موضوع دعنا نقول الدولة العثمانية أو سياسة الباب العالي كما تسمى، أم ماذا أستاذ خالد الترجمان؟
دون واضح لك أمر. أعود بك الذاكرة ل 2011 عندما انطلقت ثورة الشعب الليبي ضد نظام القذافي الذي استمر 42 سنة. كان الليبيون يحلمون بأنهم سيذهبون إلى ديمقراطية ويذهبون إلى دولة مدنية ويذهبون إلى ذلك. تركيا كانت ضد هذا التوجه وكانت تدعم القذافي إلى آخر لحظة حتى سقوط القذافي بالكامل في الشرق. عندها تركيا غيرت من مواقفها وبدأت تفرز الجماعات المتواجدة في الشرق والذين كانوا معنا وانتحت في الإسلامويون على جهة خاصة الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين وبدأت على علاقة وعلى تواصل معهم. أنا في فترة 2011 كنت أمين سر المجلس الوطني الانتقالي وأعلم كثيرا عن علاقات تركيا بالجماعة الليبية المقاتلة وبالإخوان وسماعات أردوغان عندما كان يزور ليبيا يحقق زياراته الرسمية للمجلس الانتقالي ويجتمع بجماعات الإخوان طيب حتى نفسر الجماعة الليبية المقاتلة نعم. وكنا ننبه كل الأجهزة الأمنية عن ذلك. آسف لمقاطعتك ولكن نقطة في غاية الأهمية حضرتك سلطت عليها الضوء، موضوع الجماعة الليبية المقاتلة حتى نفهم أكثر، هي جماعة إخوانية أم جماعة تتبع النهج السلفي التكفيري والتي هي مصنفة على لوائح الإرهاب العالمي، تدعمها تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية وعلى رأسها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، تقصد ذلك أستاذ خالد؟ لا، الجماعة الليبية المقاتلة هذه تكونت في أفغانستان عندما كان الكثير من الشباب الليبي يرحل في اتجاه أفغانستان واتجاه ترابورة واتجاه ما يحلمون بأنه نضال ضد الشيوعية في أفغانستان. في تلك الفترات تم تجهيزهم وتدريبهم وتأطيرهم للعودة إلى ليبيا من أجل العمل على عدم استقرار النظام الليبي في ذلك الوقت وهو النظام القذافي ومحاولة اغتياله أو الإطاحة به. هكذا تكونت هذه الجماعة، تكونت على الفكر التكفيري على الفكر القائم على مبدأ إقصاء كل ما هو غير الاتجاه الإسلاموي الذي يعتمد العنف ويعتمد القتل من أجل الوصول إلى السلطة. أستاذ خالد حتى يكون الحوار أكثر دعنا نقول غنى وثراء اسمح لي أن أرحب بضيف انضم إلينا للتو من مدينة بنغازي الليبية الأستاذ علي السعيدي عضو مجلس النواب. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير أهلا بك. كنا نتبادل أطراف الحديث أنا والأستاذ خالد ترجمان عن مدى تورط تركيا في رسم الفوضى الآن الموجودة في ليبيا من خلال دعم التنظيمات الإرهابية كما تفيد الكثير من التقارير، وأيضا الجيش الليبي يتهم تركيا بالتدخل المباشر العسكري في البلاد ويقرر وقف المعاملات التجارية مع أنقرة ويتوعدها بالرد قاسي. برأيكم إلى أي مدى متورطة تركيا في سفك الدم الليبي أستاذ علي السعيدي؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التدخل التركي في ليبيا ليس بجديد، منذ سنة 2011 تدخلت تركيا لمساهمة في استعطاء الدولة الليبية بالدرجة الأولى وممكن النظام الليبي عندما خرج علينا الداعي السيد الصلابي عبر شاشة الجزيرة وطلب أردوغان على أن يتدخل لحماية أبناء جدته في ليبيا وقد تذكر في مدينة مصراتة. اليوم التدخل التركي أصبح تدخل واضح دون استحاء ومدافع مباشر وشرف على جماعة الإخوان في ليبيا، ونحن ندرك تمام الإدراك أن من يدعم ومن يرعى في هذه الجماعة هي دولة قطر ودولة تركيا لكي تصبح في اعتقادهم أن ليبيا ربما كانت تكون المصدر المالي لدى جماعة الإخوان المسلمين في كل العالم، ولكن بفضل جهود الشعب الليبي وفضل وجود الجيش الليبي كان لعب دور كبير في تغيير المعادلة. والآن أقول لك أن وجود هذه الجماعة في ليبيا ودعم أردوغان لهم بدأ قوسين أو أدنى بحول الله ينتهي مشروعهم في ليبيا كما انتهى في مدينة مصر العربية إن شاء الله. طيب مصر العربية، اسمح لي أن أرحب بضيفي من القاهرة دكتور طه علي باحث ومحلل سياسي. دكتور طه مساء الخير. اهلا بك، اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك دكتور طه. تركيا ومستنقع طرابلس يبدو بان تركيا واردوغان تجاوزت كل الخطوط الحمر في هذا البلد دكتور طه علي.
يعني خلينا نقول بداية أن تركيا أو أردوغان على وجه التحديد بات في أمس الحاجة إلى الانخراط في أزمات خارجية عساها تخرجه من المستنقع الداخلي والهزيمة النقراء التي وقع بها والتي بني بها خلال الأيام الأخيرة بخسارته في الانتخابات الأخيرة، واحدة من أهم المحطات المهمة في عملية الحكم في تركيا بولاية أو ببلدية إسطنبول. إذن أردوغان يعني مجموعة من الأزرع الاستراتيجية أو النقاط المهمة في استراتيجيته خارجيا يعني باتت يعني تهتز بشدة، وبخاصة مع اشتداد أو حمية المعارك التي تقودها قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومجموعة الخسائر التي منيت بها الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، والتي يعول عليها أردوغان لتحقيق مشروعه في ليبيا في منطقة البحر المتوسط الأخيرة. هنا تكثف الدعم التركي للميليشيات في الفترة الأخيرة، وعلى وجه التحديد خلال العمليات العسكرية في مدينة غريان بحكم أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لعملية الزحف الجيش الوطني للمشير خليفة حفتر للسيطرة على تركيا. أردوغان خلال الفترة الأخيرة عزز من مساعداته لحكومة الوفاق الأمر الذي أسفر عن حالة من إعادة النظر أو يعني سعي من القوات التي يدعمها أردوغان لي يعني تضييق الفجوة الاستراتيجية أو التوازن الاستراتيجي على الأرض من خلال الأسلحة التي يوفرها أردوغان في الداخل الليبي، الأمر الذي انعكس على نتائج العمليات. هنا الجيش الليبي ينتفض على لسان يعني ويعبر عن غضبه على لسان المتحدث أحمد المسماري الذي أعلن حالة الاستنفار القصوى، وأعلن أن الجيش الليبي بصدد يعني عملية إعادة نظر سريعة في العمليات على الأرض، وبالتالي تم توجيه الأوامر إلى كافة القوى والفصائل الموالية للجيش الليبي لاستهداف الأهداف التابعة لتركيا على الأراضي الليبية. هنا اسمح لي الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. أردوغان يعني ليه على وجه التحديد غريان، مدينة غريان التي انتفض أردوغان بشدة حينما سيطرت عليها قوات الجيش الليبي، مدينة تبعد 500 متر من طرابلس، حيث أنها من الناحية الجيوستراتيجية 500 كيلومتر تقصد أستاذ دكتور طه؟ 500 ميل. طيب 500 ميل. النقطة أخرى أن مدينة غريان تعمل كمحطة دعم لوجيستي لقوات الجيش الليبي، الأمر الذي جعلها تحتل مكانة مهمة جدا في العمليات على الأرض. أنا ده كله بتكلم على الأرض. طيب. بعيد عن الأبعاد العسكرية في الأمر يعني. نعم. وبالتالي أنا عندي هنا يعني الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بات مضطرا لإعادة مواصلة العمليات العسكرية على طرابلس بالضبط، وعدم الانتهاء، وهو طيب. نفسه قال انه احنا مش هننتهي في الوقت المنظور. طيب خليني ارجع لعند الاستاذ خالد حتى لا اطيل عليه اكثر. استاذ خالد ترجمان، في ظل هذا الطرح عن ما يحدث في الداخل الليبي ومدى تورط تركيا في سفك دم هذا الشعب الليبي، الان الجيش الليبي يدخل في مواجهه مباشره مع تركيا، فهل ينفذ الجيش تهديده بالفعل، وكيف سيرد اردوغان؟ ما المتوقع استاذ خالد ترجمان؟ انا ارى أردوغان هو البادي، هو من بدأ هذا العدوان، بدأ هذا العدوان بتفشيح هذه الجماعات منذ 2011 في تنظيمها وتدريبها. العمل على أن تكون هذه الجماعات هي معنى الهدم للمشروع الوطني الليبي لإنشاء دولة مدنية ديمقراطية حرة والذهاب إلى أحلامه العثمانية. هو يقول في أكثر من خطاب له بأن مصر وليبيا وتونس والجزائر هي ولايات عثمانية ويريد أن تعود ولايات عثمانية. هذا الرجل يفكر بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، وبالتالي هو يدعم هذا الاتجاه ويدعم هذه الجماعات لأنها ربما ستحقق حلمه وحلم قطر في الاستيلاء على ليبيا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ما قامت به
تركيا في العملية التي قاموا بها في مدينة غريان. هذا يدلل على أن الجنرالات الأطراف جالسون في ميتيجا وجالسون في الكلية الجوية في مصراتة ويخططون لمحاولة قطع خط امدادات الجيش الليبي الذي يزيد على 1350 كيلومتر لمدينة غريان التي لا تبعد سوى 82 كيلومتر من طرابلس. ومسألة غريان التي يتفاخرون بها هي مجموعة قرى كثيرة بدءا من بوزيان لصابعة لكليبة لتخسات لتغنى، مجموعة من القرى استولوا على القرى على ثلاثة أو أربع قرى وباقي القرى هي بالقوات المسلحة. وخلال الأيام القادمة ستنتهي هذه المغامرة في غريان. ولكن المسألة التي يجب أن نعلمها ويعلمها الجميع أن تركيا بكل قواها هي الآن مقاتل أو عدو رئيسي للقوات المسلحة العربية الليبية، وهي التي دخلت في مواجهة مباشرة معنا مع القوات المسلحة العربية الليبية ومع إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة بأن ستستهدف كل القطع الحربية سواء كانت طائرات أو بواخر تقدم إلى ليبيا محاولة لتسليح هذه الجماعات ولإنزال مرتزقة كما المرتزقة التي تأتي بهم من خلال ميناء جسر حمد ومن خلال ميناء طرابلس وكذلك من خلال كلية جوية في مصراتة. كل ذلك تقوم به تركيا. وبالتالي ماذا يمكن أن يقوم به أردوغان أكثر من ذلك؟ هل تنزل القوات التركية في مطار مصراتة وفي مطار ميتيجا لتهاجمنا؟ أهلاً وسهلاً بها. سنتصدى لها وسنهزمها بالتأكيد. ليس أمام أردوغان إلا أن ينزل قواته الحربية في مطار مصراتة وفي مطار ميتيجا حتى تكتمل القصة كاملة لإعادة الغزو التركي من جديد إلى ليبيا. طيب أستاذ خالد الكلام قيم للغاية أستاذ خالد. لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية من الجماعات المهدلجة وكذلك من الجماعات المناطقية والجهوية. هذا أمر لا مناص منه ولابد من تحريرها لبناء دولة مدنية. طيب وصلت الفكرة، اسمح لي حتى لا أطيل أكثر على ضيفي الأستاذ علي سعيد. أستاذ علي، استمعت إلى الدكتور طه وإلى الأستاذ خالد الترجمان. في نهاية المطاف يبدو بأن الدور التركي في ليبيا هو أطماع استعادة دعنا نقول العثمانية وحسابات اقتصادية آنية. يعني تركيا الكل يعلم بأن ليبيا الكل يعلم بأنها غنية بموارد كثيرة وعلى رأسها النفط. أستاذ علي السعيدي، ليبيا أولاً دولة غنية، لا يستطيع أحد أن ينكر ماذا تملك ليبيا فوق الأرض وتحت الأرض من معادن ثمينة ومن نفط وخام وكذلك المقومات ومياه. في كل الأحوال عندما نرجع إلى تركيا ونتحدث على ما يسمى بالدولة المدنية كما يقولون عبر حكومة الوفاق بقدر ما هي الدولة العثمانية، أي إحياء العثماني القديم الجديد. ندرك تمام الإدراك عندما تدخلت تركيا في الشام العربي السوري، وأيضا كان هناك للأسف شباب ليبيين شكلوا لواء وسمى بنشاء لواء توحيد وكان على رأسها المجرم السيد عميد بلدية طرابلس آنذاك، لا أتذكر اسمه بالتحديد، السيد الحراكي عندما ذهب إلى ما إلى جمهورية سوريا العربية. نحن ندرك تمام الإدراك إن السيد أردوغان ومطعم أردوغان في أحلام أجداده، أي بمعنى لا زالوا يحلمون بالدولة العثمانية التي أكل الزمان وشرب عليها. وأقول لك أن الشعب الليبي سوف لن يبقى مكتوف الأيدي. الشعب الليبي قد صار على المستعمر الإيطالي مدى قرابة 30 عام، وقد خسر الإيطالي أمام الشعب الليبي الذي آنذاك كان عازلا أو ليست لديه السلاح الكافي لمكافحة هذا الاستعمار آنذاك. واليوم أقول لك صراحة أن نحن مستعدين لمواجهة التركي داخل ليبيا. السيد أردوغان لم يستطع داخل أراضيه وقصد الدخل داخل تركيا لمواجهة الأمة الكردية لكي ينهيها. ومن هنا ندرك تمام الإدراك أن هذه هي الأساس الأخيرة والأرواح الأخيرة للسيد أردوغان في وجوده على سدة الحكم في تركيا، ويعتقد أن أول استيلاء على ليبيا ربما هو عودة فكرة العثماني إليها، ولكن هيهات. دكتور طه علي، بالعودة إليك، يعني هل طرابلس دعنا نقول هي
النقطة الأخيرة في مشروع أردوغان دعنا نقول التوسعي الاستعماري الذي مفاده إرجاع الدولة العثمانية إلى المنطقة دكتور علي، هل لذلك يستميت ويقوم بدفع دعنا نقول جنود أتراك إلى طرابلس والقيام بعمليات هناك ودعم تنظيمات إرهابية استخدمها تارة في العراق وفي سوريا والآن في ليبيا دكتور طه علي؟ يعني برضو نتفق مع حضرتك في هذه الجزئية، ولنا تباينات في الآراء مع الإخوة أو مع الطرح العام فيما يتصل بالسلوك التركي في حوض البحر المتوسط أو جنوب البحر المتوسط وليبيا على وجه التحديد. فمثلا نقول أنه حلم أردوغان، حلم العثماني في السياسة الخارجية التركية مهم جدا، لكن الأكثر أهمية هو البعد الاقتصادي الذي يحرك أردوغان، وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الداخل التركي، وأيضا الغموض الذي ينتظر مستقبل الاقتصاد التركي بشكل عام، الأمر الذي يجعل أردوغان ينخرط في أزمات خارجية في محيطه في منطقة البحر المتوسط، حيث يشتبك مع مجموعة من الدول يعني لهسا وراء ثروات الغاز التي حرم منها بحكم عمليات الترسيم التي المستبعدة منها تركيا على وجه التحديد. أيضا في الداخل الليبي نجد أن يعني هذه الأزمة أو هذا الشبح الاقتصادي يجعل أردوغان يدفع الغالي والثمين بحثا عن موطئ قدم في مشروعات إعادة الإعمار التي يسعى أردوغان من خلالها إلى دعم اقتصاده وحقنه بمشروعات خارجية. أيضا المناطق الجنوبية والغربية وما بها من ثروات مهمة جدا تجعل من كبرى الشركات التركية طامحة في موطئ قدم واستثمارات في هذه المنطقة، الأمر الذي يفسر الانخراط التركي وربما حتى الإيطالي من خلال الشركات الإيطالية العاملة في الغاز في هذه المنطقة ودعمها لميليشيات الميليشيات المساندة في تركيا في ليبيا، ومنها على سبيل المثال ميليشيات باب التاجوراء التي يسيطر التي يعني تمثل العمود الفقري لحكومة فائز السراج بشكل عام. إذن أردوغان يستميت بشدة للحفاظ على موطئ قدم في هذه المنطقة للبعد الاقتصادي الذي أشرنا إليه، أيضا بعد استراتيجي مهم جدا وهو الحضور أو التواجد جنوب الدولة المصرية التي مني يعني بها المشروع الأردوغاني في الشرق الأوسط بأزمة كبيرة جدا. نعم دكتور طه، يبدو أني فقدت الاتصال مع الدكتور طه. أستاذ خالد ترجمان أختم معك بدقيقة، هل بعد معركة طرابلس سيتم انحسار وطرد أي نفوذ تركي في ليبيا؟ نعم، عندما يتم تحرير آخر كيلومترات من مساحة ليبيا التي تبلغ 1,750,000 كيلومتر مربع، لم يعد يصلنا عن تحريرها سوى بضعة كيلومترات فقط هي مساحة طرابلس. بعد ذلك لن يكون لا للمشروع الإخواني ولا للمشروع القطري ولا لمشروع تركيا وأحلام تركيا في استعادة أمجاد إمبراطوريتها الآكلة أي معنى على الإطلاق. سنذهب إلى توافق وطني ونذهب إلى دستور ونذهب إلى دولة مدنية حقيقية في ظل حماية قواتنا المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية والشرطية، كما انطلق هذا المشروع منا في 2014 عندما انطلقنا بمشروع الكرامة لاستعادة الوطن من الجماعات الإرهابية، لاستعادة الوطن من الإخوان واستعادة الوطن من براكن التشذي وبراكن الجماعات المسلحة التي تمتهن القتل والخطف وتمتهن سرقة المال العام والسيطرة على ثروات الليبيين والليبيين. طيب. أستاذ خالد ضيفي من بنغازي الأستاذ خالد الترجمان محلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل كلام القيم الذي أغنيت به الطاولة المستديرة، وشكرا لك أيضا ضيفي من القاهرة دكتور طه علي باحث ومحلل سياسي، وشكر موصول لك أيضا ضيفي من بنغازي الأستاذ علي السعيدي عضو مجلس النواب على كل الإضاءات التي أنرت بها الطاولة المستديرة. شكرا أعظم لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم تابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.